جبنا لك العلامة التجارية موجودة من داي ون، وعائد استثماري بيوصل ل900,000 جنيه. معاكم آية غريب بروبرتي كونسلتد من شركة أنتوين، جاية النهاردة أكلمكم عن شركة إيجي تاور ديفلوبمنت. مين هي شركة إيجي تاور ومين الأونرز؟ مستر محمد الفقي ومستر بسام الفقي. عيلة الفقي موجودة من 1960 في مدينة ميونخ في ألمانيا، عندهم 3 أوتيلز. بدأنا بعد كده ندخل مجال الميديا، عملنا شركة SEO، احنا بنعرض برامجنا على صدى البلد والنهار خاصة بالعقارات والاستشارات العقارية. بدأنا 2015 ننزل السوق العقاري. أول حاجة بدأنا بيها وهي ديستنيشن قوية جدا وكانت اتجاه الدولة كلها عليها، وهي العاصمة الإدارية الجديدة. بدأنا ندخل العاصمة الإدارية الجديدة في منطقة الداون تاون. نزلنا بأول مشروع لينا هو أينز تاور، أرضي وعشر أدوار تجاري فندقي. بدأ إن هو ينزل السوق العقاري في مصر، وكان بيدور على أقوى ديستنيشن موجودة بأضخم حجم استثمارات موجود في مصر حاليا، وهي العاصمة الإدارية الجديدة. بدأ بأول مشروع ليه وهو أينز تاور في منطقة الداون تاون، دخل بحجم استثمارات 2.5 مليار جنيه. بدأنا في أينز تاور بالفعل وهو أرضي وعشر أدوار عبارة عن تجاري فندقي، من الأرضي للتالت هو تجاري، من الرابع للتاسع فندقي، والدور العاشر هو سكاي روف بيخدم على الفندقي اللي موجود في التاور، وده سولد أوت بالكامل. أينز تاورز برجين حلوين جدا من شركة محترمة جدا، شركة إيجي تاورز. بعد ما حققنا نجاح في مشروعنا الأول نزلنا بالمشروع التاني وهو أينز أوست، موجود برضو في منطقة الداون تاون، دقايق من المحور الشرقي ودقايق من مسجد مصر. عملنا فكرة مختلفة إذا كان في أينز تاور أو في أينز أوست، وهي العلامة التجارية، إنك إزاي تستلم من المحل بتاعك بالعلامة التجارية وبأرباح. وعشان نحقق أقوى نجاح عندنا في التاور جبنا لك العلامة التجارية موجودة من داي ون، تقدر دلوقتي تستلم المحل بتاعك بالعلامة التجارية بأعلى نسبة أرباح وأقل نسبة استلام موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة، بمقدمات بتبدأ من 5% وإقساط توصل ل10 سنين، وعائد استثماري بيوصل ل900,000 جنيه. استلم وحدتك دلوقتي متشطبة بالكامل بالبراند، انت مالك وشريك حقيقي داخل العلامة التجارية، وكمان ودعت الصيانة علينا. وعلشان تعرف تفاصيل أكتر تقدر تتواصل معنا على الأرقام اللي هتظهر لكم على الشاشة دلوقتي. انت مالك وشريك في أكبر العلامات التجارية بأقصى عائد مع إيجي تاور في مشروعها أينز أوست بالعاصمة الإدارية.